لا جوزيف، أنت نعم، دايماً بيتهموك بالعنصرية، بس خاصة ضد اللاجئات السوريات. ما امبارح بعدني جاي من الشام لعندك امبارح. طب كيف بترد؟ واذا كنت عم تحكي عن قضية الخليفة اللي انت مظبوط، بعدني انا لأنه أنت حكيت، قلت إنه ما تخلفه بقى على الوقت. اكيد ما يخلفوا، ما شغله لعمني بفوت على الخيمة بنقرا وبيظهر، مش مظبوطة القصة. حلو النقرة، حلوة النهرة شاب، نقرة الكوس. نقرة الكوس. طيب اوكي، شو بيظهر جاي واحد معه رجال ومرته، جاي واحد، تعبيرك لذيذ، تفضل. جاي واحد معه رجال ومرته من اخواننا السوريين ومعه ولد، قلناها هيك المرة، صاروا ثمانية. طب مين بيطعمكم يعني؟ مين بيطعمكم؟ طب كيف بدكم تهدوا؟ طب معقول واحد يعني تشوفي اولاد على الطرقات بيجي بيك اب بيعبيهم الساعة 8 الا ربع بياخذهم، بيرجع على بكره بيجيبهم ستي على بكره، بلموا كل النهار وببيعوا كذا، وبس تحكي كلمه جوزيف ابو فاضل عنصري. هي ماني عنصري، لا للاسف هالظاهره يعني عم نشوفها كثير على الطرقات. لا مش للاسف، مظبوطه يعني، والله العظيم يعني مش مظبوطه. كان كنت طالع انا على البيع، طالع محل اثنين اولاد ورا اثنين ورا، وفي واحد ببيع بالنص ومرته حبله، لو يعني وعم يمرق الطريق، كان لو ضربنا فيه خربنا بيتنا. يعني هاي الضربه كانت راحت بثمانيه، كان خربنا بيتنا. بموضوع اعطاء الام اللبنانيه الجنسيه لاولادها، جنسيتي حقي، هو برايك شعار او حق؟ شعار او حق؟ شعار. شعار؟ شعار فاضي. اف طيب الاعلاميات يلي ماسكين هالقضيه وعم بيدافعوا عنها، شو بتعتبر اسبابهم؟ سياسيه او انسانيه؟ انا برايي يمسكوا غير شيء. عيب يا استاذ وعلى عين إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك.